ظاهرة أخرى أيضا، مصلين وصايمين مؤدين الواجبات وغير ذلك، لكن وين حقيقة الوازعة؟ يطلع مع زوجته يمشي جاري زين ورياضة، ويده بيد زوجته زين، وبأي لباس أبدت محاسنها ومفاتنها، اللي يسمع يتألم لهذا الواقع اليوم زين، وبلباس غير ساتر وحجاب غير ساتر ولباس ضيق وفضفاض زين. انت رجل مؤمن في المسجد وفي المأتم ومعروف بالإيمان والتقوى زين ظاهرا، ليش عمي يعني تعال انظروا الى عرض زوجتي، بعد اللي ما عنده غير على عرضه خلاص، بعد من لا غيرته، يقول اهل بيت من لا غيرته له لا دين له. مصلي وصائم وعابد، بس تعال انظر الى واقع يدخل على خلاف ذلك. انا لله وانا اليه راجعون.